انطلقت فعاليات معرض رحلة مع التراث البحري الذي ينظمه النادي البحري الرياضي برعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري. تشرفنا أن نكون موجودين بين إخواننا أعضاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي البحري الرياضي اللي أقام الحقيقة مثل هذا المعرض وهذه الفولكلور، وشاهدنا الصور اللي تحيي التراث الكويتي القديم، تراث البحر اللي كان جبل عليه آبائنا وأجدادنا. المعرض اللي أقام النادي البحري بالتعاون مع الإخوان في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب هو شغل 30 سنة من العطاء داخل النادي البحري. وشارك في المعرض مجموعة كبيرة من النواخذة، وتم عرض بعض الصور المتعلقة بالتراث البحري. بدأت عملي من 68 بالحرفة هذه، باخذ من أجدادي وأبائي. طبعا تشجيع بالبداية، التشجيع من سيدي صاحب السمو طيب الله ثراه صباح السالم الصباح، وبلشت إلى يومنا هذا، وتشجيع من سيدي صاحب السمو أمير الله يحفظه الشيخ صباح، وتشجيع من طيب الله ثراه جابر الأحمد الصباح. نحن الحين قاعد نقوم بعملية تسوير الميداف. تسوير الميداف عبارة عن حبل، يكون نوع الحبل الكمبار، ينحط على قياس معين على المداف، ونهاية المداف عندنا مثل قطعة مربعة خشبية نسميها الصف، نطقها مسامير ونلفها بحبل حرير أو بحبل أسود، وبعدها نجهز المداف كذي عشان ننزل البحر وندف فيه. بدينا نطلع معاهم نوثق الرحلة، سواء فترة الشونة تجهيز السفن إلى فترة الرحلة نفسها، رحلة الغوص إلى القفال، ونهاية كل رحلة يكون في عندنا معرض، يكون في فترة القفال نحط فيه الصور المشاركة نفسها مات المعرض. متعة المصور إنه يكون يتنقل في أماكن ويبرز معالم الدولة، دولة الكويت الحبيبة، ويشوف المناظر الجميلة ويضوي عليها.